من الفوائد أن قوله قال ومن كفر أهو من تتمة قول إبراهيم أم أنه من قول الله عز وجل؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه من قول الله عز وجل، لأن السياق يدل على ذلك، لأنه قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في التفسير. وعلى هذا تأتي الفائدة التي تليها، وهي إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحروف ومعاني وبصوت لا يشابه كلام المخلوقين، لأنه قال قال ومن كفر، يعني قال الله عز وجل يا إبراهيم ومن كفر فسأرزقه أيضاً،